اللي ما كينجحش مع الفقاس يتبع الطريقه هذه خطوه بخطوه وغادي ينجح مع الفقاس 100%. بسم الله. كاس الله ربع ديال السكر سنيده، كاس الله ربع ديال زيت المائده، جوج بيضات الحجم ديالهم صغار، النفع، جنجلان، عندكم الاختيار ديروا الفاني ولا ديروا مازهر. نص كاس ديال اللوز، ثلاثه الكيسان ديال الدقيق، خماره واحده، وكنخلطوا كلشي باش كنعرفوا العجينه ديالنا ما غاديش ترخى لينا في الفران. كنسرحوها على هذا الشكل هذا وكنخليوها واحد شويه، وكنلقاوها متماسكه شاده مازال راه. كنحاولوا ندهنوه بشويه ديال البيض ونسكافو، كنحاولوا نزوقوه بالفرشات، وكنحاولوا نثقبوه باش ما يتفرقعش لينا في الفران. ودابا غادي ندخلوه الفران على عافيه تكون مهيله. بعد ما كيكون طاب الطيبه الاولى كنرشوه بشويه ديال الماء وكنغطوه بزيف فازو وكنخليوه يرتاح على الاقل 4 السوايع عاد باش كنقطعوه وكنستفوه في طاوه، وغادي نعاودو ندخلوه عاوتاني للفران باش يتحمر حتى كيعطي هذا اللون هذا. وبالصحه والراحه.